فارس قلو عليه قبل اللي عم بيصير. عامل لك كريم مفاجأة الليلة، بدي اطلب ايدها. فارس قرر يخطب. مش بكير شوي على الخطبة؟ انت اكيد عم تمزح معي ماهر. لا لا اكيد ولا ممكن. لا لا هي بتعرف ولا ما بتعرف. انا حاسة انك عم تستعجل. نكاية بيس اصلا انا اخر همي اخر همي. انت ليه معقب هالمصيبة ليه؟ انت شو عم تعملي هون؟ قولك صار يحبك. الجزء الثاني من ما في هيك قالي. كل شيء عم تقولي غلط. عاملي حالك مش تضايقة وانت رح تموتي. يومياً ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على MTV.